هذه السائلة تقول: الشيخ، هل يجوز أن تستعمل المرأة المطلقة وهي في عدة طلاق أن تستعمل العطر، وماذا يجب عليها؟ المرأة المطلقة إذا كانت رجعية فإنها حكمها حكم الزوجة، تتطيب وتتجمل عند زوجها لعله أن يراجعها، لعله يندم ويراجعها. أما إذا كانت بائنا ليست رجعية فإنها تتجنب العطر، لأن الإحداد معناه تجنب الطيب، تجنب الزينة في الثياب وفي الحلي، لزوم المسكن حتى تتم 4 أشهر 10 أيام. نعم.